الحنونات زوينين الزوينات، تمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن حال وفي احسن الاحوال. قبل ما نبدا الترعريعه ديالي، الترعريعه اليوم ما بغيتش نهضر، اليوم زي الرعرعه زي الرعرعه. ولكن قبل ما نبدا الترعريعه ديالي، بغيت نطلبكم كاملين الله يجازيكم بالخير. واحد السيده انا غنخلي لكم القناه ديالها في صندوق الوصف، ونخلي لكم الرقم التليفون ديالها اللي كنطلبكم عليها كامل، ويمكن نقول لكم عافاكم لما تعاملوا مع هذه السيده، لانها عيات والامكانيات ديالها قلالين بزاف. عندها واحد الوليد مريض بواحد المرض نادر اللي هو مرض الميوباتي، وهذا المرض صعيب، ما عندوش الدواء، ما عندوش الحل، ولكن كيخصو بزاف ديال لي تريتمون باش بنادم يقدر يبقى عايش على الاقل. واخا للاسف حالات كثيره هاد الاطفال فواحد السن معينه وكيموتوا، وانا كنتمنى تلقى قلوب رحيمه وتلقى ناس من هاد المنبر بصوتي او بصوتكم نتوما اللي تبارطاجيو او غير تسولوا فيها او لنا المساعده. بعد الخطرات ماشي ماديه، حتى المعنويه راه كتنفع. الله يخليكم، ونخلي لكم القناه ديالها، تشاركوا عندها وخليوا ليها كلمه طيبه، واللي يقدر يساعدها ولا اللي يعاونها عافاكم ما تبخلوش عليها. بون، شكرا. دابا دابا قلبي بغى يتفرقع، هان كاينين بعض المشاكل وبعض الصدمات ما كتعرفش واش تبكي فيهم ولا تندب. وانا واحد الظاهره سميتها صوروني تندير الخير، ضرتني في قلبي بزاف، ضرتني في قلبي بزاف، لان ما فهمتش انا بنادم باش يمشي يسعى هو بوجهه ما كيقدرش، حنت وجهه غير صالح للسعايه، كيطلع للجبال باش يصور ناس ويمشي يسعى بهم في المنظمات ويسعى بهم بالجيمات واللايكات في تيك توك وفي الانستغرام وما تبعها ذلك وما شابه ذلك. شفت فيديوهات وشفت التصاور، درني خاطري بزاف، ما بقيتش عارفه واش عاد بنادم ما بدلاتو كورونا، ما بدلو حروب، ما بنادم ما عندوش القلب، ما عندوش النفسيه، ما فهمتش. واحد 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 التقليته، واحد التقليته حتى هي كان في الاول الضل ترتق علينا كيلقليه، قالت ماشي مشكل حياتها الخاصه تدبر راسها بتعيش هكاك حياتها هذيك، ولكن باش تديري فيها راسك انتيا سيده تيريزا وتمشي تلبسي الفانيد والمسكة وتشري الطون والحرور وتجلسي تشهري بدوك الوليدات في اليوتيوب وفي التيك توك، واش هذاك وجهك ولا كفاك تقليته؟ راه ماشي هكاك تيكون الخير، وراه ماشي هكاك كنديروا المزيان مع الناس. كل ما درتوه انكم هذوك الوليدات صورتوهم وحطيتوهم باش العمر ديالهم كامل وولادهم وولاد ولادهم يعرفوك بانك واحد النهار تعطيتيهم كاس ديال الكوكا وعطيتيهم السكوميره فيها الطون والحرور وديره فيها الاميره الملكه اليزابيث، انا كنشطح بالفانيد والحلوه هزوه شا واي، والحمير ما يديروش هاد التصرفات، لا قلب لا انسانيه لا عقل لا حتى شي حاجه. خليكم كتشوهوا راسكم وترونوا راسكم وحياتكم، وتبقاو تبعصوا على بنات صغار وتبداو تبينوا للناس بان الحياه واعره وبان ما نعرف شنو، وانتم ما عندكم فلوس وانتم الناس واعرين وانتم الناس وانتم عايشين من الاشهارات وعايشين من وجاه بحال هاد الوليدات الصغار. علاش انا غادي نطلع كجمعيه وغادي نطبع جمعيه فلانه في شكاره باش داك الوليد في وسط صحابو العالم يعرفوا راه الجمعيه اللي عطيها الشكاره؟ واي شد العقل عندكم، شد الانسانيه، شد العمل التطوعي والعمل الاجتماعي هكا كيكون. لا فريمون بينتوا على راسكم من وجهكم مصالحش السعيه كتسعاو بوليدات صغار، ما نافعين حتى شي حاجه في حياتكم، ما قادرينش ديروا محتوى، قهرتونا الدراري البنات تعاونوا بارطاجيو، بغينا نمشيو نديو معاونه البنات الدراري بارطاجيو، كتمشيو للبالا ديال الحوايج قدام وكتشريو بالا كامله على قدها ب 350 درهم وتطلعوا تفرقوا في الحوايج خانزين قدام منيتكم وديروا اللايفات. ومسكين شوفوا شحال زوين، مسكينه شوفوا حفيانه مسكينه. شنو زعما ما فهمتش، وكيفاش شوفوا مسكين ما فهمتش؟ راه انت اللي خصنا نشوفوك مسكينه، ما فيك قلب ما فيك رحمه ما فيك انسانيه، مقاري مقاريه حمير سطوله بغال، ما فهمتش عقلكم ودماغكم شنو فيه؟ راه ماشي هكا كيكون الخير،
راه واحد بنادم كتصرف عليه 10 دراهم كتكتر تخالي في حياته في مسيرته كاملة، نهار يسهل عليه الله ويقرا وصل لشي منصب كبير وعاد يرجع ليوتيوب يشوف راسو انت واحد النهار تعطيتي ليه كاس ديال الكوكا والطون الحرور وصورتيه. غلط الله عليكم. واحد واحد صبان صبان الى يوم الدين، خليت عمي عيشة الله يرحمها. واه يا ناري واه يا قلبي، كون قدرت نجمع والديكم كاملين ما عرفتش قمة السدية بيت نطبقها عليكم. كنت من ديروا عقلكم الزبل والوسخ، وبتو تسعاو من المنظمات وبتو تسعاو من الجمعيات الدولية وبتو تسعاو من الكخواغوج، سعاو كمامركم، ما تسعاوش بولاد الناس وما تسعاوش بالناس. بغيتو ديروا العمل الجمعوي عمل تطوعي، نوضو صوبو الطرقان، نوضو ديروا يد في يد الناس ما بغاوش الشراوت باش عاش بعبول لا تجاج جراد. الناس مستورين، الناس قدوا لهم مدارس، قدوا لهم الطرقان، قربوا لهم المستوصفات. هذا هو اللي كنعرفو انا، عمل خيري وعمل تطوعي، ماشي شركه زدانون وغادي ها مسكين تناتي كاس دانون ما كيعرفش دانون مسكين. غلط الله عليكم، كتقيو القلب. واش قلبكم دابا ما كتشوفوا راسكم في المرايه فرحانين؟ دوك 4 دراري اللي كتاخذوا من اليوتيوب زعما على ظهر هذوك الولاد الصغار فرحانين بخير، كتحسوا مزيان؟ وهذوك ولات كيليميني في الجروبات، كل واحد غادي بطونوبيله ديال امه تسوى الطريق باش يصاوبو تما، وغادي غادي ندين بيمو ندين حوايج ديال الصيف ما فهمتش. واي والله يفات، وشوفوا حنا واعرين، ضرب 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 جاكيطه ماركه تعيش ديك العائله سيمانه، باردون تعيش ديك لا فامي شهر شهر في الرفاهيه ديال بصح، انت ضاربها وغادي من بوغاس ودي ليه هو جاكيطة من البال ب30 درهم. قمة النجاسة وقمة الزبل وقمة الويل على الله وعليكم. انا من جهتي تفرقعات. المهم كاين واحد الحالة اخرى تاعي عصبتني، هي حالة باش نطلع لي في خصني ندابز، خص داكشي ديال الدابز داكشي ديال المعيار، الدابز معكوستي هي دير قناة وانا ندير قناة، والفضوليات والبركاكات اللي مسولين راسهم يتفرجوا هنا وهنا تنضربوا بالقناة المليون وجوج. واحد خيتي والبارح ولا جي نطلقوا، انا بنطلق مع راجلي وصافي وحنا تخاصمنا وبنا نطلقوا. على فكرة هادي راه ماشي في المغرب، العالم العربي دابا ولا كيدير هاد المسخ هاد الوسخ، ولكن باش وحدة ما عندهاش متتبعين تنوض دير لايف واتفق هي وراجلها باش يسلخها في اللايف. يجين شهر العنف ويجين نبينو دوك لي زيماج هكاك دايرين باش اشنو، باش الناس يتبعونا. وكيف ما قلت انا في الصفحه ديالي فيسبوك، راه هادشي غير تخربيق، لان في الاخر انا فاش طلعت في الاخر باش بتهز التليفون كتبتسم كتضحك زعما جون واه صافي وانا بيان في، حنا ممثلين واعرين، حنا وايلي حنا الرجولة. ماش هو اصلا انا عرفتو ماشي راجل السخت، وراي واحد الانسان كيتنفس عايش معاك تما ما عرفتش، وانت عرفت ما عندك لا عقل لا قلب لا حتى شي حاجه، ولكن حياتكم هذيك وسوقكم هذاك ما تنشروش لينا العنف وما تشجعوش على العنف ضد المراه. الا راجلك تيضربك راه ماشي راجل وانت ماشي مراه اصلا، وراه على داك المحتوى اللي عندكم داكشي اللي كديروا، هاد الافكار اللي عندكم تاع نديروا لايف وضربني في اللايف وسربات في الحبس ولا غدلي عندي ليك تنازل، الله يدمركم كيف ما دمرتوا لنا عينينا ودماغنا. المهم اصدقائي اسمحوا لي الا تفرقعت، اسمحوا لي الا غوت، لان كنت محتاجه نخرج هذا الشيء، وراه حاولت ما نخسرش الهضره وحاولت ما نقولش بزاف الحوايج، ولكن الله يعطيكم الستر حاولوا توصلوا الميساج ديالي، خاصه لهذيك الاخت تقليته. نقول لك تقليته الله يرضى عليك، بغيتي ديري شي خير ديريه مستور. نقول لك تقليته راكي عشتي في الخيريه وعرفتي ما معنى ان بنادم يتحقر، ودوزتي بزاف ديال المحاين، ما تخليش داكشي اللي مارسوا عليك الناس انت تعاودي تمارسيه على جيل اخر. كنتمنى يوصلك هذا الميساج، وتهلاو في راسكم وبالسلامه. فيديو آخر إن شاء الله.